السلام عليكم الإخوان، ومرحبا بكم في كانتي ديال مساء اليوم. كانتي اللي غيكون في المساء سانت غالمير رينيو 4 ستيام كورس، غتكون مونطي وفي الكورس او اف، غتكون بوزولان شوية تيران، غيكون الأرضية ديالو قاسحة 25,000 أورو، المسافة 2650 بوطو واحد بوطو إيكار. بالنسبة لي فافوري ديال لاكورس كاين الرقم 10 والرقم 3 فلاكي دو كاو، كاين 3 كايا دو لا سلي. كاتريا تروازيام فافوري، والكاتريام كاين 14 و11 و97. اعتقد الاخوان هاد العشرة والثلاثة يعني ربما ستة ديال الخيل جميع الصحافة عاطياهم. لي توكار ديال لاكورس 8 6 13 12، نحاولو نختارو بعض الخيول اللي يكونوا في التوكار. بالنسبة لي بلي رابيد، الاخوان اللي كيلعب لي بلي رابيد ما كاين تا واحد، كاين واحد هو الرقم جوج اكستريم ديدو في 2017. كاين ديبيتون او مونتي كاين رقم 13. الباسي ديال لا كورت كتجي فيها شويه هكا وهكا 7 3 1 6 10، يعني الديفيراج كيلعب دور، جا عاود واحد لي فيري ربما فوا فورنيغو مشى هو اغلى عاود، كذلك جا عاود تاني ب 65 تروازيام. ربما هنايا 14 13 8 12، كذلك خيول كتكون فيلي كتجي، كيجيو الخيول فيلي في الطوكار. دونك شكون هما الخيول اللي فيري؟ شكون هما الخيول اللي فيري؟ كاين عاود واحد، عاود واحد هو الان جو اور نوت، هو اللي فيري هادي بربعين تقريبا. دونك شفنا العشرة والثلاثة هما لي فافوري، والكاتورز والأونز والسات والناف والسانك، ستة ديال الخيل على ما أظن تما أولا سبعة ديال الخيل. نشوفو لي فافوري، يعني لي فافوري سبعة ديال الخيل عاطين 10 3 14 11 7 9 5. البروم فافوري هو العشرة تابعو الخمسة، يعني العشرة خمسة. ست ناف الأونز الكاتورز، يعني شنو ما عاطينش هما السبعة والثلاثة، السبعة والثلاثة هما اللي كانوا هنايا ولاو في الطوكار. السبعة والثلاثة الويت ولا مع لي فافوري، الويت الخمسة ولا دوزيام فافوري. عاود لي ديجا عندو المونتي هذا، لأن الديبيتون أو مونتي هو 13، العود ديال انا هنري المونتي ديالو عنده وحده غانيو في البومان لومان، وعنده ديسكاليفي بزاف، يعني عاود تيدير اخطاء او تيدير اخطاء تبقى. الى جا الخمسه غير ربما الى بقات هكاك في ليله، حيت كتغير المعطيات كتغير، لان يعني الطروه بعيد، طروة ملعوب جميع الصحافة عاطية دوزيام، طروة غادي ب 19 عندو غانيو. على كل حال اخواني، لي زوت سايدر ديالنا هو 6 6 غادي ب 24، 7 غادي يمشي ب 16 فرانك لو بلون، يعني 6 و 7 هو 4 لويس بيتون غادي يمشي 13، وكاين 8 ايروز دي كورتا ربما ربما يبقى في الفافوري، يقدر يطلع في التوكار. لي فافوري انا كنرشح العشرة، العشرة هو الفافوري لوجيك. كيبقى الاونز كذلك، يعني 10 11 10 11 14 8 4 7 6، هادو هما اللي اختاريتهم.
الديفيراج تقريبا غيلعب دور يعني ديال كاتربي، خيوليه تكون في الكاتربي. هذا ما كان اخواني، تحياتي لكم، خليت لكم الحظ ومع السلامة.